أهم أخبارنا النهارده عرفنا فيه رقم 10 إن الزمالك دخل بقوه في صفقه محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر الزمالك حاطط 20 مليون جنيه للصفقه دي من جانبه محمد رضا بوبو رغم إن الأمور بالنسبه له كانت مع النادي الأهلي قريبه جدا بس هو ما عندوش مانع إنه ينتقل لنادي الزمالك أو النادي الأهلي هو في كل الأحوال عايز يلعب هنا أو هنا وفيوتشر متفتح لفكره بيع رضا بوبو لاعلى سعر يعني في الايام القليله القادمه تمام مصدر في الزمالك كمان قال لنا النادي اقترب من استكمال مبلغ المليون و الف دولار عشان يبعتوهم بسرعه لنادي سبورتنج لشبونه في قصه شيكابالا عشان بسرعه يترفع القيد على نادي الزمالك ويبدا يبدا الزمالك يشتغل على صفقاته الجديده انا باكد لك اهو ان الزمالك هيخلص قصه سبورتنج لشبونه دي وفتح القيد هيتعمل للزمالك تاني والزمالك هيبدا يعمل صفقاته في القريب العاجل جدا احنا بنتكلم خلال اسبوع بالكتير يعني. طيب نادي الزمالك كمان بالنسبه لاداره الكرة بتحاول في الوقت الحالي ان هم ياخدوا ورقه مخالصه ماليه موقعه من سامسون اكينولا عايزين يخلصوا الموضوع معاه بشكل ودي عشان ما يحصلش اي مشاكل في الرواتب بتاعته وتفاصيل وغرامات وخلافه هم عايزين يفسخوا العقد بالتراضي يعني من الاخر يعني واكيد يعني اكيد سامسون أكيد نقول له مش هيكمل مع نادي الزمالك منطقي يعني طيب مصدر كمان في نادي الزمالك قال يعني النادي بدا في التفاوض مع نادي طلائع الجيش عشان ياخد محمد شحاته لاعب الفريق ولاعب منتخبنا الاولمبي تعرفين عارفين محمد شحاته جاله عرض اوروبي من بروج البلجيكي وهو طبعا بيفضل انه يطلع في بروج البلجيكي ياخد خطوه الاحتراف بس الزمالك دخل على الخط لعل وعسى لعل وعسى يقدر يفوز باللعب هو واحد من المواهب الرائعه جدا لاعب وسط مميز جدا 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 ملهاش علاقه بالزمالك عشان محدش يقول لي انت مش عايز يروح الزمالك ملهاش علاقه بالزمالك خالص بس انا نفسي لعبتنا الشباب دول اي واحد فيهم يشم ريحه عرض اوروبي يطلع يطير وانديتهم طبعا تساعد على ده بس يطلع يطير مع كامل الاحترام للاهلي والزمالك ولكل الانديه اللي في مصر اطلع يطير في اوروبا وخلي دايما محمد صلاح نموذج قدام عينيك يا ريت يعني الزمالك كمان استقر على تسويق حاتم سكر ومحمد بيسو الفترة اللي جايه، هو شايف انه اللاعبين محتاجين ياخدوا فرصة في الخارج او يعني كإعارة الفترة اللي جايه ويستفيد منهم النادي مستقبلا وكمان يستفيد من اماكنهم في صفقات جديدة الفترة القادمة. انا بحاول اقول لكم الاخبار بسرعة عشان زي ما قلت لكم الكابتن محمد عمر عنده كلام كتير مهم النهارده. كمان عرفنا في رقم 10 ان محمد الشامي بعد كلام كتير اتقال انه قريب جدا من الزمالك محمد الشامي لاعب الاسماعيلي الزمالك اكد لنا ان محمد الشيمي او الشامي خارج حسابات النادي خلال الفتره اللي جايه وان اللاعب الجهاز الفني ما طلبش التعاقد معاه ومفيش اي كلام عن هذا الامر مجرد اشاعات كارلوس اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك كمان ابدا اعجابه بلاعب فاركو زي الايمن جيفيرسون كده على فكره جيفيرسون كده واحد من افضل زهراء الجنب في الدوري هذا الموسم هو معجب بيه بس الزمالك ما دخلش لسه في مفاوضات لضمه او الاداره ما خدتش قرار في التفاوض بضمه